السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي عبد العزيز علي العواد في شعبة SM08 في المسار العلمي. اليوم نتكلم عن تشنج العضلات. تشنج العضلات هو حدث مفاجئ ومؤلم يعكس انكماشا لا إراديا لعضلة واحدة أو أكثر. يمكن أن يظهر الألم أثناء الراحة ويسبب الاستيقاظ من النوم، أو أن يظهر أثناء ممارسة النشاط الجسدي ويسبب صعوبة في أداء هذه المهمة. قد يحدث تشنج العضلات بعد ممارسة النشاط البدني بشكل كبير، وخصوصا في الطقس الحار. هذه الحالة ليست خطيرة، ويمكن مساعدة المريض بوسائل متوفرة في البيت دون الحاجة لمساعدة طبية. من أعراض تشنج العضلات، أكثر أعراض تشنج العضلات شيوعا هي آلام العضلات الحاد والمفاجئ المصاحب لتقلص وتشنج العضلة، حيث فيها الحالات التي يحدث فيها التشنج بوتيرة عالية يسبب شعورا لا يحتمل بعدم الارتياح. عندما لا تكون له علاقة في النشاط الجسدي، فمن المفضل التوجه لاستشارة الطبيب. من أسباب وعوامل خطر تشنج العضلات نقص في إمدادات الدم، هو أن تضيق الأوعية الدموية التي تمد الأطراف بالدم، يؤدي إلى عدم تلقي كمية الدم التي تحتاجها العضلات أثناء ممارسة الرياضة، وينعكس هذا النقص على الفور في آلام مبرحة تختفي بعد أخذ قسط من الراحة الكافية، والتي تقل خلالها متطلبات العضلات للطاقة، وهكذا تحصل العضلات بعد الراحة على ما يكفيها من الدم. ثانيا، الضغط على العصب. يحدث الضغط عادة عند نقطة خروج العصب من النخاع الشوكي الحوضي، ويسبب آلاما تشبه التشنج في الساقين، حيث يتميز الألم بأنه يستمر طوال الوقت، ويمكن أيضا أن يتفاقم أثناء المشي أو النشاط، كما يمكنه أن يتأثر بالتغيرات التي تطرأ على راحة الظهر. ثالثا، اضطرابات توازن معادن الجسم. يمكن لنقص البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم أن يزيد من احتمالات الإصابة بتشنج العضلات، حيث يمكن لبعض الأدوية المخففة للضغط أن تسبب انخفاضا كبيرا في تركيز البوتاسيوم، مما يؤدي إلى تقلصات عضلية متكررة. والآن سوف نذكر بعض علاجات تشنج العضلات. يمكنك إجراء شد للعضلة المتألمة وإجراء تدليك خفيف واستخدام منشفة باردة مبللة من أجل تخفيف حدة التوتر في العضلات، وأيضا تناول أو دهن الأدوية المرخية للعضلات ولكن تحت إشراف الطبيب. وأثناء من طرق الوقاية من تشنج العضلات، شرب كمية كافية من المياه. من المهم معرفة أنه لمنع تشنج العضلات من المهم الحفاظ على توازن السوائل في الجسم، لذلك يجب أن تشرب الماء قبل التمرين وأثناءه وبعده، حيث أن شرب كمية مياه الشرب المطلوبة للشخص الواحد تختلف باختلاف العمر أو الجنس أو وزن الجسم أو حالة الطقس. والطريقة الثانية للوقاية من التشنج شد العضلة، وعملية شد العضلة قبل وبعد النشاط العضلي تخفف من احتمالات الإصابة بالتشنج، حيث يمكن الوقاية من التشنجات أثناء النوم عن طريق شد العضلة قبل النوم، أو بدلا من ذلك يمكنك القيام بنشاط بدني بسيط لمدة عدة دقائق، وهي خطوة أظهرت فاعليتها في الحد من التشنجات الليلية. والآن سوف أعرض لكم فيديو جميل ويوضح بعض الكلام الذي ذكرته. We've all had those leg cramps, especially at night. Boy, they are no fun and they can really hurt. I got a lot of personal experience with that. So what causes it and what can you do to prevent it? It's caused usually by dehydration, low volume. This is after a workout and you've sweated. Or if you're just not drinking enough fluids. Certain electrolyte disorders, for example, low potassium, low magnesium, that can also cause it. And that can come from certain medications, can come from certain foods or having diarrhea where you lose a lot of magnesium and potassium in your stools. Also, there's just a group of people who have a lot of leg cramps and we don't know why. And to treat those, the first thing to do is stretch before you go to bed. If you wake up and you have a horrible leg cramp, the most important thing is to get that extremity, whether it be a leg or an arm, below your heart so that the blood can flow into that area and get volume so that the cramp goes away. Using sports drinks will help a lot too because they have lots of good electrolytes, but mainly just staying well hydrated and stretching. والآن سوف أظهر لكم مصادر المعلومات.
شكرا لحسن استماعكم.